يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث الأعمى: أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد. ذكرتم بأن المقصود بالتوسل هنا دعاء النبي لا بذاته. السؤال: هل يجوز التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الآن بعد موته بأن أقول أسألك وأتوجه إليك؟ يا سبحان الله، راح كلامنا كله، درسنا كله راح. نقول لك ما يجوز تطلب من الرسول الدعاء بعد موته، ما يجوز تطلب الدعاء من الرسول بعد موته، لأن الصحابة ما طلبوا منه بعد موته. نعم.